الولاد بيعرفوا اني رايحة لعندهم؟ بيكونوا خبروهن يا سلطانة. حبيباتي بيكونوا طايرين من الفرحة هلأ. ليش وقفنا؟ ليش وقفت؟ الشجر مسكن علينا الطريق. شو جاب هدول لنص الطريق؟ قيموهن بسرعة. شو صاير؟ قاطعين الطريق يا سلطان. ابني اهلا وسهلا بست الكل. اكيد في شي لحتى تجيب هيك وقت. في شغله حابه انك تعرفها. انا امرت انهم يجيبوا هيام على القصر. يرجعوها لهون؟ اليوم الصبح كنتي عم تلوميني لأني نمت مبارح عندهم، وهلأ بعدتي مشان تجيبيها لهون؟ شو؟ شو اللي عم بيصير فهميني؟ رح أقول ليش عملت هيك. مشان الأولاد، شفتهم كتير مشتاقين لأمهم وكتير احترق قلبي عليهم. قلت لحالي إذا بيشوفوا أمهم رح ينبسطوا شوي، وبعدين نحن رح نرجعها على قصر بيقوس فوراً. أنا قصداً يا ابني خليتها تجي بالليل مشان هي تجي وتروح بدون ما حدا يشوفها. بس كان المفروض تاخدي رأيي بالأول. لا تقتلني، حرام عليك. أنا عندي أولاد، رح بعطيك مصاري وذهب كتير. قد ما بدك رح بعطيك ذهب، بس لا تقتلني. Ah!
مولاي السلطان، أنا تحت أمر جلالتك. وصلت هيام؟ لسه ما وصلت يا مولاي، بس هي إن شاء الله على وصول. خبروني بس تجي. روح ابعت لي بالي باشا. بالي باشا كمان مو هون يا مولاي، هو راح لحتى يرافق عربة السلطان هيام من قصر بيقوز. هلأ بتروح على القصر وبتخبر مولاي بالشي اللي صار معنا. امشوا معي. مولاي السلطان، شو هي موصلت؟ مولاي بالي بيك بعت لنا خبر، قال في مجموعة قطاع طرق هجموا على موكب السلطان هيام بالغابة والوضع ما بيطمن. ادخل. حضرة الباشا، شوفي، السلطانة هيام تعرضت لاعتداء. السلطانة هيام شو صار لها؟ ما منعرف يا باشا، يمكن تكون ضاعت بالغابة ويمكن تكون انقتلت. كيف يعني؟ كيف يعني ضاعت؟ مين خبركم بهالشي؟ بالي بيك هو اللي بعت لنا خبر. جهزوا لي حصاني بسرعة. بالي باشا، خبرني شو صار. مجموعة من قطاع الطرق يا مولاي هجموا على موكب السلطانة هيام وقتلوا الحراس، ولما وصلنا لهنيك قتلناهم، بس في واحد منهم هرب. وهيام لساتها عايشة؟ بتوقع لساتها عايشة لأنها هربت على الغابة. أنا ورجالي لحقناها ودورنا عليها بكل مكان يا جلالة السلطان، بس للأسف ما قدرنا نلاقيها. شلون يعني ما قدرتوا تلاقوها؟ بالي بيك هي اللي عم تحكي عنها بتكون أم ولادي. شلون يعني ما لقيتوها؟ هذا الكلام ما بقبله، لازم تلاقوها. يعني السلطان راح؟ أول ما سمع مولاي راح فوراً وخبرنا إبراهيم باشا كمان بالقصة. منيح، ما عرفت شي تاني؟ هيام كيفة؟ قدروا ينقذوها؟ بالي باشا قال إنه قتل كل قطاع الطرق، بس سلطانة هيام مفقودة. بالي باشا؟ الحمد لله إنه جلالتك بعتيه يا مولاتي، بركي بيقدر ينقذ السلطان هيام. ومين قالك إنه أنا يلي بعته؟ مسؤول الجناح الملكي، هو قال لي قبل ما يطلع، قال إنه ست درة خبرته. روح بعت لي ورا درة
تحت أمرك مولاتي السلطانة. درة خانم، السلطانة الأم طلبت تشوفك فورا. خير إن شاء الله. والله المصيبة كبيرة يا درة خانم، أهل قطاع الطرق هجموا على موكب السلطانة هيام ويمكن قتلوها. بكفي، ما بعرف يعني، ذكروا ذمكم، ما بدي يطلع صوت وحدة منكم، فهمتوا؟ نعم، نفسوا. الأميرة مريم لحالها بقصر بيقوز، لازم تروحوا تجيبوها، ما لازم تضل هنيك لحالها. أمرك مولاي. مولاي، واحد من قطاع الطرق لساته عايش، بس إصابته خطيرة. بالي بيك، شوف شغلك. مريني سلطانة. بالي باشا، انت قلتي له يروح؟ يا سلطانة، انا خبرته مشان يروح يرافقها. شو يلي خلاك تساوي هيك؟ ولا لتكوني عم تشتغلي لصالح هيام؟ اعوذ بالله من هالحكي يا سلطانة، انا بفديكي بروحي، بس انا ساويت هيك مشان احميكي. شلون يعني؟ كنت حاسة إنه رح يصير شي مع السلطانة هيام، ومشان هيك بعدته وصار اللي كنت خايفة منه. ولو ما بعتت بالي بيك كانوا أكيد شكوا إنه أنتي ورا هالموضوع. لهالسبب بعدته يا مولاتي، وهلأ ما رح يشكوا فيكي. سامحيني يا سلطانة لأنه سويت شغلة بدون ما أخذ موافقة حضرتك. إن شاء الله يكون هالحكي صحيح. بترجاكي تغفري لي هالذنب. خلص اسكتي، كيف بتتصرفي بدون علمي؟ فيك تقلي مين انتو؟ ها؟ شو اللي خلاكم تساووا هيك؟ بدك تقلي مين زعيمكن؟ ومين هو الزلمة يلي هرب؟ قول لشوف. فرحات، فرحات، فرحات هو استأجرنا، هو من أفيون. مولاي، أول ما سمعت إجيت فورا، لسه ما التقيت السلطانة؟ لا حدا شافها ولا بيعرفوا لوين راحت. مين بيتجرأ يساوي هيك يا إبراهيم؟ هي إهاني لإلي، شلون بيعتدوا على واحدة من حريمي وأم ولادي بهالطريقة الوسخة؟ سمعت إنه المجموعة من قطاع الطرق، ممكن يعني يكون حدا تاني؟ هلأ المهم إنه ترجع لنا هيام بخير وسلامة. مولاي باشا، نحن قدرنا ناخد معلومات من الزلمة يا مولاي. شو قال هذا المشكلة؟ قال اللي عم يشتغلوا لصالحه اسمه فرحات وهو من أفيون، وأنا بعدت رجالي لحتى يجيبه. كيف وضع الأولاد؟ ما يكونوا عرفوا اللي صار؟ الأولاد نايمين يا سلطانة،
لسا ما عرفوا بالموضوع. يا حرام، كيف بدهم يعيشوا ولا أمون؟ بيجوز ما تكون ميتة، ما حدا بيعرف يا ألفت. سلطانة. أهلين بنتي، ليش اجيتي بهالوقت المتأخر؟ لأنه بالي كتير مشغول عليها. عرفتوا شي؟ لا والله، عم نستنى. والله شي بيقهر، إن شاء الله بيلاقوها وما بيكون صاير لها شي. إن شاء الله. آمين. شو اللي خلاهن يساووا هيك؟ الله ينتقم من اللي كان السبب، وإن شاء الله ما بيشوف شي منيح. مولاي دورنا مرة تانية وبكل قرنة بالغابة، بس للأسف ما شفنا أي شيء، كأنه السلطانة اختفت. أنا خايف من شغلي مولاي، بس ما يكونوا قتلوها وزتوها بالنهر. ويا معايش يا إبراهيم، قلبي هيك عم بيقلي، أنا حاسس فيها، لسه قلبي عم بدق. أنت وين يا سليمة؟ أنا حبيبتك وياهم، ولازم أشوفهم، ما لازم تتركني هون لحالي. ساعدني لأنه هذا الطريق ما رح يخلني إلا للموت. ساعدني لحتى أطلع من هون يا سليمة. أنا بردانة وخايفة، الدنيا عتمة وأنا بخاف من العتمة. منيح انه هالقصة مرقت على خير يا باشا، السلطانة هيام الله كتب لها عمر جديد. معك حق.